السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي حلف عليا بالطلاق وقال لي عليا طلاق بالثلاثة، لو بنتي راحت عند والدتك هتبقي طالق. فحصل ظروف فالبنت اضطرت تروح عند والدتي، فقال لي خلاص كده يبقى الطلقة وقعت وانت كده تعتبر طالق، وردني وبعدين ردني تاني. فسمعت حضرتك في الفتاوى بتقول ان دي لا تعد طلقة، فأنا كده أعمل ايه؟ هذه المسألة كما لا يخفى عليك اسمها الطلاق المعلق أو اليمين بالطلاق. العلماء لهم فيها قولان، فهنالك قول بأنها تقع تطليقة، لكن الذي أختاره لعدم وجود الدليل بأنها لا تحتسب تطليقة، إنما يكفر كفارة يمين ولا تحتسب، والله أعلم.